أيها الأخوة، إن العراق يعاني اليوم من مصطلح واقعي اسمه الطائفية، فقد ولدت الطائفية المقيتة بعد أن تم تشكيل مجلس الحكم البرايمية اللعين على أساس عرقي وطائفي ليؤسس لأولى لبنات الطائفية السياسية في العراق. وجاءت الانتخابات الأولى التي جرت في 30 من كانون الثاني سنة 2005، والانتخابات الثانية التي جرت في 15 من كانون الأول لسنة 2005 لتثبت مرتكزات الطائفية السياسية في العراق من خلال اعتماد القوائم الانتخابية التي تمثل الطوائف والأعراق في العراق. وحصلت عملية تثقيف طائفي من قبل الطرفين، سواء كانت الأحزاب السنية أو الأحزاب الشيعية أو الأحزاب الكردية وغيرهم، كما لم يشهد العراق من قبل، وجاءت نتائج الانتخابات على تلك الأسس التي اعتمدت الولاء قبل الكفاءة والانتماء للطائفية قبل التفكير بمصلحة البلد ومستقبل الأجيال. وانعكس ذلك على تشكيلة الحكومة، الأمر الذي جعل من الطائفية السياسية العنوان اليومي في حياة العراقيين. وحتى أن الكثير من الأفواه أصابها الصمم عندما تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإساءات المتكررة، فلم نرى منهم أي موقف واضح وصريح اتجاه تلك الإساءات على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فالظاهر أنه لا مصلحة ولا نفعية في اتخاذ المواقف، فالسكوت أولى والبقاء متخندقا في جحر الطائفية المقيتة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله بفئة واحدة أو معينة، وهو الذي أرسل رحمة للعالمين.